المغرب والجزائر. راه ما كاين الحب. السلام عليكم خوتي، اهلا بكم في فيديو جديد. اليوم جبنا لكم حاجه جديده، اليوم رجعنا للبلاد. البلاد يا اخو، اليوم جينا نشوفوا واحد منا اللي يقوموا يا اخو، فاهم؟ اك شايف يا اخو، جينا نشوفوا اخوتي فنان عالمي، يعني بالير مو اللي قدر يفرض اسمه في ظرف يعني السنه ولا ما كملاش ما كملش سنه قدر يفرض اسمه في الساحه الفنيه الجزائريه. صراحه يستاهل اخوتي، علاش نهضروا مع بعض سيبا. المهم باش 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 تلقى يعني واحد فنان يقدر يفرض اسمه، رانا نشوفوا بزاف وناسستوا عليها، يعني يفرض اسمه بالفن النظيف اللي يقدر يسمعوا مع العائله، تقدر تسمعوا مع الاخر، خلينا من الزيقويات. المهم اليوم راح نشوفوا جليل باليرمو، تراك تاع عشقك كريمينال، زعكوك في التيرمينال وما تسهلش لا فينال وبشر لا كابيتال. لا 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 بشارة صاحبي، مشكلة عشقك كريمينال وعشقها عشقها عشقها. كاين الزين، كاين الزين في الجزائر ولا ما كانش؟ ها؟ ما نعرف. يعني كاين الزين. انا سري أمان الله العالي بزاف حرف أمان كيما يجاب مدمر باري وهديري. قال لك اسيدي ما بغيتش ندمرك كيما هتلر ما دمرش باري. وكاين كاين الهضره، كاين مع ساعه اخرى حاجه مليحه. قولي عليك انت يا قلتي خلاني قلتي نساني خلاني لما مازالي بديك النية تبدل جامي صاجامي وراني سالفيك عمري بيا تاني. هاو سالفيك عمري تيا تاني، يعني سالفيها هو دوك يبغيها ويموت عليها. باين باين سالفيها تيا تاني اللي باغي يسمع تراك وباغي بلا تقطع يروح عند جليل باليرمو تلقاها حتى الكاتكا كاع 4K. راك فاهم لي كاتكا، اسمع على راسك يا خويا باش تجينا تقول لك تقطع بزاف ولا تهضر بزاف. خذ رياكسيون شيل على ذاتس نايت. دوكا ما فهمتش هو اللي بغيها ولا واش الكاسانا. انا اول مره كي ندير نجبد لك انا القصه، انا اول مره نشوف البنت هذه والبنت هذه والبنت هذه، ما عرفتش شكون اللي فيه والله راه يغني لها. وحده يبغيها وحده يبغيها وحده تبغيها، هي جايه دايره كيما هكا. الناس خدموا ايوا مليحه مليحه هذه زينه خويا جلال. الناس خدموا تحصيلها جلال خويا تحصيلها. انا هاد البوديكار الخوجه اللي شبه شويه البلطي، شوف الفصاله نتاعها في الجسم نتاعها الكور نتاعها شبه شويه البلطي. اوكي لا ماكش شوف مليح. ممكن اللي خليناهم سلاح على الدار. وراني سالفيك عمري في ديالي في ديالي اخيري سالفي السنغالي السنغالي. ياو دركا لا بوليس جاوا هو كان انا مازال ما فهمتش القصه، ما فهمتش القصه. قول له هو واحد اخرى الاغنيه راه مليحه ما ينطور. انا نحكوا على قصه الكليب خوتي، قصه الكليب ماشي قصه باينه اللي هو يبقي وحده. بودي كارد تاعك شوف الخوت، انت تبغي وحده والاخرى تبغيك وانت ما تبغيهاش، شي مشكلة لهنا مفهومة ولا هذيك جو مجوهرات وصاي تكملتوا مع بعضياتكم عاود ولاتك باغي تولي لك. مهم مجوهرات دخل في القصة عاود قبضك لابوليس. الكليب جاني شوية مهارب على القصة. رسات واحد الباب اللي يدخل مع هذاك الباب اللي فتحت انا شوينا وندوز دي. انا عطيت رايي يا خويا، ما عجبكش ما عجبكش رايي قولها لامك. قولها لامك ما عجبكش رايي.
شهادة. يلا تزوج قول انا نحبس لك انا وانت قول لي واش نجاوب فيها. انت تفرجت الكليب قبل؟ ما تفرج انا درت الكليب انا المخرج. انت المخرج؟ انا المخرج مشيت تفرجتها قبل انا درتها. قول فيها غير الوراق. غير الخاوية. شهادة. بروفيسور. بروفيسور على كازا. البروفيسور دارها بيه البروفيسور. فكرة الكليب غير متقونة. بالك كونتيني هذا زعما المرة الجاية. عاودي يكون ماشي غير كونتيني يكون سيري كاع. جاتني أنا الفكرة تاع الكليب ناقصة شوية الدراري. خاوة. هنايا بدلوه. في الكواليس هادي. والبودي كارد هو اللي باعه. وهي شافته وبدلوه. بصح واش دخل هادشي في الحب؟ واش دخل هادشي في عشقك كريمينال؟ اوكي فهمنا باللي انت جيني فهمني تعرفت تعرف تبوزي تعرف تحط راسك. لا هي شافت باللي البودي كارد خانك يعني مشى قالها البوليسي البوليسي جا طاح عليه. لا دوك يجي يقول لك لا ماشي غني على طفله اودي يغني حتى على 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 الجزائر يغني على على القدس يغني على البروجيكت المهم الحاجه اللي يغني عليها. صح انت انت العنوان شوف من ناحيه الاغنيه شنو الغنية زوينة بصح واش انت ماشي انت اللي تعطي رايك انا اللي نعطي رايي. المهم خوتي لي بوان دو فين خليني نكمل لك هاد الغنية عجبتنا طبعا نقاطعك الغنية عجبتنا صوتها الكليب من ناحية النقاوة مليح صوتها زين ولكن الفكرة تاع الكليب زعما القصة اللي بغيت نوصلها الفكرة في الشمال والغنية في الجنوب كيما هكا الغنية في تم الراس والكليب في الجي كابيتال عادي حتى اللي بغى ينتقدنا زعما في التعليقات في الطريقه يا ودي خذ راحتك خذ راحتك غير واش يكون عندك شويه لوجيك هذا مكا انا جاني الكليب شويه علاش ما افهمهم بلي على شويه انا قلت لهم زعما يا ودي من ناحيه التصوير والنقاوه والكاليتي مليح مليح الكاليتي نتاعها مليحه ولكن هو الميساج اللي بغى يوصله بالكليب لما مع من كيفاش ماشي هو زعما شغل انت تغني لي على طفله كيما قلت لكم انه مي ابريز قول لي توريني قصتك نتايا انت جيني على البودي غارد راك فاهمني نتايا ذكي عرفت البودي غارد خونك كاسك راك فاهم البنت هذه لا انت هذه لما تقول لي عشقك كريمينال بالك عشقك بغيك تني لا كنت باغي البودي غارد كنت طايح في البودي غارد راك فاهم لا كنت كيليد اذا كنت جاي واش بغي البودي غارد او الفكره مليحه في اليوتيوب كيدير لك تعرف لا راني نقول لك لا اللي تبغي اللي يقولوا تقول تحيه واه دي ديكاس اللي قال باش اليوتيوب تبغيك دركا الا كنت انت تبغي الكاي هذا وكنت كاي وتبغي البودي غارد مليحه فكره هذيك هي الكليب راه مخدوم تسمى شغل انت تبغيه وهو يبغيك وخانك فاهم عشق كريمينال كان غادي قلت لك الحب نتاعها بصح الا انت تبغي ديك الطفله البودي غارد غير بغى يخونك منها تسمى شغل غير زدتها غير زدتها غيزت عليها استنى ولا بريكسيو جايين خويا استنى ولا بريكسيو جايين خالتي وما كانش لي تقلق باسكو هو راه سامع على بيك لا بيا باش نديرها لك من الاخر تروح تدافع عليه ولا تكون كلب السلام عليكم خليني نهضر صوفيا السلام عليكم ما كان لا سلام لا والو خويا اليوم نو بيس نو لوف نو كلشي عاوز اللي عنده شي راي مخالف يشرحها معليش بفكره هنايا طرحها في تعليقات بكل ادب وبكل احترام خالتي قال انت اللي شارجو الاغنيه بدون نسمعوها راهي مليحه الاغنيه مليحه صوتهم مقيل شباب نتلاقاو في فيديو جديد خالتي السلام عليكم وتهلاو في ريسانكم.